بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. كل سنه وحضراتكم طيبين. دي اول جوله لينا السنه دي في مباراه الكره الطائره، النادي الاهلي ونادي بتروجيت في الجوله السادسه من الدوري العام. المباراه ستقام في تمام الساعه السادسه على صاله الامير فيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا قبل ما نروح للمباراه ونتكلم عنها تفصيل مع ضيوف اللي منورين، لازم الاول نبارك للمنتخب السعودي والمنتخب التونسي. طبعا المنتخب السعودي بالفوز النهارده التاريخي على الارجنتين 2-1، وايضا بتعادل المنتخب التونسي النهارده، الف مبروك. المنتخبات العربيه تؤدي باداء جيد وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم. خلينا اروح ارحب بضيوفي. كابتن نادر نبيل نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، نورنا وان شاء الله النهارده مكسب النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد باذن الله ان شاء الله. مرحب بكابتن كريم جمعه نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر اللي منورنا في الاستوديو، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله في مباراه النهارده باذن الله ان شاء الله. كابتن، يمكن عشان نخش في الجد واللي يبقى يعني الجمهور يبقى معانا والساده المشاهدين في الدوري، يعني استاذنك يا كابتن نادر لو نقدر جدول المباريات، عايزين نشوف ترتيب الفرق، المجموعه بتاعتنا مين، يعني بتفصيل عن مباراه النهارده وما كان قبلها. اتفضل يا كابتن. مجموعه النادي الاهلي كانت بتضم 6 فرق. الاهلي طبعا في المركز الاول مع بتروجيت، الترسانه، مصر البترول، اسكندريه البترول، ونادي بنها. تمام. النهارده الجوله السادسه ان شاء الله. الجوله السادسه في المجموعه بنلعب رايح جاي ان شاء الله. والنهارده دي الجوله السادسه. طب يا كابتن يعني الترتيب ايه؟ اتفضل. الحمد لله الاهلي في المجموعه دي محقق العلامه الكامله، فوز في جميع المباريات 3-0 بنتيجه الحمد لله 3-0 كل الاشواط، وهو دلوقتي المتصدر قائمه المجموعه بتاعته وماشي كويس جدا جدا الحمد لله. طب ممكن تستعرض معانا الترتيب يا كابتن؟ يعني الجدول هيبقى معانا على الشاشه. الاهلي في المجموعه المركز الاول، الثاني بتروجيت، الثالث الترسانه، المركز الرابع مصر البترول، الخامس الاسكندريه البترول، والمركز الاخير نادي بنها. نعم. طب كابتن كريم، يمكن برضو ساده المشاهدين احنا عندنا برضو المرتبط معانا في الـ في الـ في الـ في الدوري، يمكن الكره الطائره النهارده بدات يعني تاخد من كره اليد وكره السله وبقت تربط كمان فريق 15 سنه مع نتائج الفريق الكبير. طيب المرتبط بتاعنا عامل ايه يا كابتن ومجموعته؟ هل هي نفس المجموعه؟ طبعا اكيد، بس نتائج عامله ايه؟ طبعا احنا السنه دي اول مره يطبق نظام دوري المرتبط في كره الطائره زي الباسكت وزي الهاندبول. الحمد لله احنا فريق المرتبط بتاعنا برضو ماشي بخطه ثابته زي الفريق الاول، كسبانين كل المباريات بتاعتنا بدون هزيمه اي شوط. الفرقه ماشيه بخطه ثابته جدا مع الدرجه الاولى. طبعا السنه دي فريق المرتبط ليه مهمه كبيره قوي، ان هو النقط بتاعته بتضاف بعد كده للفريق الاول في المباريات اللي بعد كده في الدور الجاي. فطبعا فريق المرتبط فريق مهم قوي بالنسبه لفريق الدرجه الاولى، وكابتن محمد مصالح يعينه على الفريق بشكل كبير جدا. فريق المرتبط حتى في التمارين كابتن محمود جمعه بيشارك مع الفرقه، موجود في مع الفرقه على طول. وكمان فرقه المرتبط دي نواه كبيره جدا للنادي الاهلي في المستقبل باذن الله. نعم. المرتبط السنه دي 15 سنه صح يا كابتن؟ فريق 15 سنه، مواليد 2007 2008. طيب خلينا نتكلم يا كابتن عن مباراه المرتبط. هل كما يعني بيحصل في اليد وفي كره السله بيكون المرتبط قبل مباراه الكبار، ولا الموضوع ده مش صحيح بيكون في يوم تاني او في ميعاد تاني؟ لا، هو نفس كره السله ونفس كره اليد بالظبط. مثلا لو مباراه الطايره الساعه 6 الفريق الاول، الفريق الاصغر بيبقى الساعه 4. نعم. الاسبوع اللي فات كان عندهم مباراه في اسكندريه مع اسكندريه البترول، كان هما الاثنين في نفس المكان. مباراه المرتبط كانت الاول وبعد كده الفريق الاول، فبتبقى في نفس في نفس في نفس الصاله وفي نفس كل حاجه. يعني بملخص كبير، طبعا دي لقطات من ارض الملعب زي ما حضراتكم شايفين، احماء الفرقتين النادي الاهلي ونادي بتروجيت. ومباراه النهارده اكيد مباراه مهمه ودي على صداره المجموعه، يعني يمكن بتروجيت مهم جدا ان هي تبقى يعني الموضوع متاخد بمحمل الجد. وطبعا ده قطات اهي حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي من ارض الملعب للاحماء، وتصور ان هو يعني خلاص لحظات وممكن يعني ثلث ساعه ولا حاجه وتنطلق المباراه. طب كابتن يعني نادر اجل حضرتك، يمكن محتاجين بقى نستعرض اكتر الجهاز الفني واللاعبين مع الساده المشاهدين. خلينا نبتدي الاول بالجهاز الفني لطائره رجال الاهلي. الجهاز الفني للنادي الاهلي طبعا على راسه كابتن محمد مصلحي المدير الفني، كابتن تامر مجدي المدرب العام، كابتن محمود جمعه مدرب، كابتن خالد ابو زينه مدير اداري، دكتور ايهاب فخر الدين طبيب، دكتور سامح ظلام علاج طبيعي، دكتور الحسن عبد المجيد مخطط احمال، احمد سعيد محمد المحلل التقني، حسام مدلك، احمد رشاد مهمات.
ممتاز. ده الجهاز الفني، وبصراحه الحقيقه جهاز فني متكامل كما عودنا النادي الاهلي. أكيد أكيد بيبقى كل التخصصات وكل يعني ما يحتاجه الفريق من ناحيه فنيه أكيد متوفر أكيد في الفريق بشكل جيد. وتمنى طبعا التوفيق للجهاز الفني. يمكن كابتن محمد مصالح حميد ودي السنه الرابعه او الخامسه على التوالي يمكن مع الفريق ان شاء الله نتمنى له التوفيق أكيد ويتم استعاده البطولات هذا الموسم ان شاء الله. طب استاذنا كابتن خلينا نروح للجهاز الفني ايضا لطائره الرجال بتروجيت. الجهاز الفني لنادي بتروجيت على راسه كابتن محمد لقاني مدير فني، كابتن اسلام عثمان مدير الفريق، كابتن محمد عبد المنعم مساعد مدرب، كابتن اشرف عبد العال مساعد مدرب، كابتن محمد شوقي مدير الاداري، عمرو خليفه اداري الفريق، كابتن عبد البحراوي محلل تقني، دكتور شهاب مشالي طبيب الفريق، دكتور احمد سامي اخصائي علاج طبيعي، دكتور سامح نور الدين اخصائي علاج طبيعي برضه. هنا يعني على راس الجهاز الكابتن محمد الاني كان مدير فني نادي الزمالك السابق السنه اللي فاتت، وكان مدير فني المنتخب اللي حضر معاهم بطوله افريقيا. فاذا جهاز فني يعني قوي يعني طبعا جهاز يعني فني محترم جدا محترم جدا واكيد يعني هتبقى مباراه قويه من ناحيه اكيد. هو النادي بتروجيت كمان من الانديه الكبيره اللي هم مجهزين نفسهم كويس جدا السنه دي عشان يقدروا يحققوا مراكز كويسه. وان شاء الله يعني نتفرج على المباراه كويسه نستمتع بيها كلنا باذن الله. اكيد ان شاء الله. كابتن كريم اجي لحضرتك، محتاجين يعني نستطلع مع الساده المشاهدين قائمه اللاعبين، نبتدي بالنادي الاهلي. اتفضل كابتن. طبعا عبد الله عبد السلام صانع العاب وكابتن الفريق، عبد الحليم عبو لاعب مركز 3، احمد صلاح لاعب مركز 4، عبد الرحمن سعودي لاعب مركز 3، الايطالي لويجي رقم 6 مركز 4، وده وافد جديد من الدوري الايطالي للنادي الاهلي. نعم. محمد رمضان ليبرو الفريق اللي تالق السنه اللي فاتت في مباراه الدوري. عبد الرحمن الحسيني رقم 8 لاعب مركز 4، محمد عادل لاعب مركز 3، حسام يوسف صانع العاب، محمد عبد المحسن لاعب مركز 3، احمد سعيد لاعب مركز 4، زياد اسامه لاعب مركز 2، ابراهيم رسلان ليبرو الناشئ اول مره يخش الدرجه الاولى السنه دي، واحمد عزب الوافد الجديد من نادي بتروجيت. طب كابتن سريعا سريعا، طيب خلينا نروح لارض الملعب. جاهزين؟ طيب خلينا نروح لارض الملعب ومراسلنا طبعا الموجودين في ارض الملعب عشان نعرف الاجواء والاستعدادات للمباراه. يكون معانا طبعا ارض ملعب محمد توفيق مراسلنا العزيز وسالا حامد. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحيات لحضرتك وضيوف الكرام في الاستوديو والزميل العزيز سالا حامد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات استوديو الابطال ومباراه القمه في المجموعه الثالثه من الدور الاول لدوري الكره الطائره، مباراه الاهلي وبتروجيت. الاهلي المتصدر بالطبع بالعلامه الكامله 12 نقطه، ووصيفه بتروجيت بالوسيط 9 نقاط. في نفس الاثناء بيجري حاليا في الصاله الاخرى داخل النادي الاهلي مباراه المرتبط 15 سنه، يمكن النتيجه لحد الان هي تقدم النادي الاهلي بشوطين مقابل شوط واحد. لمعلومات اكتر بقى عن المباراه يعني سالا النهارده النادي الاهلي سعد ازاي المباراه، كلمين اكتر على الجزء الريالي. بشكرك جدا طبعا زميلي محمد، بس خليني في البدايه ارحب طبعا بالكابتن هيثم السعيد وبكل الضيوف الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن خليني اقول لك يا كابتن هيثم، يعني كل استعدادات الفريق الاول للكره الطايره رجال طبعا تحت قياده الكابتن ميدو مصلحي، يمكن الفريق يعني كان بيستعد بشكل طبيعي زي كل مباراه، بيواصل التدريبات بشكل طبيعي. امبارح يعني ختم استعداداته هنا على نفس الصاله، صاله امير عبد الله الفيصل، والنهارده كان في محاضره كمان فيديو ما بين كابتن ميدو مصلحي واللاعبين الحديث يعني عن مباراه اليوم. وطبعا يعني كابتن ميدو كان بيكلمهم عن بعض نقاط الضعف والقوه الموجوده عند نادي بتروجيت، وطبعا يعني بعض التعليمات نبههم ان هم طبعا يعني يحسموا اللقاء بشكل سريع، ان هم يحسموا اللقاء يعني اول ثلاث اشواط طبعا، وان هم يعني خلصوا المباراه بثلاث اشواط مقابل لا شيء. يعني كمان خليني اقول لك ان النهارده كل الفريق يا كابتن هيثم متواجد في ملعب المباراه ما عدا يعني اربع لاعبين مش موجودين النهارده في القايمه، وهم كابتن احمد قطب طبعا يعني مش موجود بسبب الاصابه، وهو حاليا هو في فتره التاهيل، ويمكن الاصابه اللي يعني بيعاني منها هي التهاب في الغضروف الداخلي. كمان عصران النهارده محمد عصران مش هيكون متواجد بسبب التجنيد لان هو طبعا متواجد في الجيش، وابراهيم رسلان وانس صلاح الدين الاثنين هيغيبوا النهارده عن القائمه بسبب الرؤيه الفنيه للكابتن ميدو مصلحي. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم النهارده انه لتاني مره هيظهر المحترف الايطالي في المركز الاربعه لويجي، يمكن النهارده هيكون متواجد لتاني مره، ولاول مره هيكون متواجد النهارده ان شاء الله يعني المحترف الكوبي، وطبعا في المركز الليبرو وهو المحترف يواندر النهارده ان شاء الله هيكون متواجد لاول مره مع فريق النادي الاهلي، بعد ما النادي الاهلي يعني سعى بشكل كبير وبذل مجهود كبير جدا ان هو يسد مستحقاته للاتحاد الكوبي للكره الطايره عشان طبعا يتأيد ويكون متواجد بشكل رسمي مع فريق النادي الاهلي. يمكن دي كانت كل يعني استعدادات فريق النادي الاهلي النهارده لمباراه الاهلي وبتروجيت. يعني كمان خليني يا محمد اسالك كده عن استعدادات نادي بتروجيت لمباراه اليوم.
بالطبع كابتن هيثم ضيوف الكرام بفريق بتروجيت وصيف النادي الاهلي في المجموعه يمكن استعد بشكل اكثر من رائع للموسم بشكل عام بمعسكر قوي جدا في محافظه الاسكندريه لعب في كل انديه الاسكندريه الاتحاد سموحه سبورتنج وكان يعني معسكر اكثر من رائع كمان زي ما قلت لحضرتك هو وصيف المجموعه بتسع نقاط يمكن فاز اول ثلاث مباريات على مصر البترول اسكندريه البترول وبنها ولكن منى في اخر مباراه امام الترسانه بخساره مفاجاه بثلاث اشواط مقابل شوط واحد يمكن كلمت مع كابتن محمد اللقاني قال لي احنا هدفنا بالطبع هو الدخول في الثمانيه الكبار يمكن الطلوع من اول ثلاثه في المجموعه وبعد كده المجموعه الثانيه كمان من اول اربعه قال له بعد ما نوصل للثمانيه الكبار هنشوف بعد كده هنعمل ايه اداء اجواء اكثر من رائع داخل صاله عبد الله الامير عبد الله الفيصل داخل فرع النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره النادي الاهلي زي ما شايف حضرتك في الصوره بيجري عمليات الاحماء وفريق بتروجيت نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله تكون ثلاث نقاط جديده تضاف الى الفريق وان شاء الله يبقى النادي الاهلي دائما في المقدمه كمان كابتن هيثم اتفضل محمد توفيق وسالة حامد من أرض الملعب بشكركم شكرا جزيلا الحقيقة نقلتولنا كل الأجواء قبل المباراة أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا في استوديو التحليل لمباراة الأهلي وبتروجيت ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وبنفكر حضراتكم إن شاء الله على الهواء مباشرة مباراة الأهلي وبتروجيت في كرة الطائرة رجال على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في تمام الساعة السادسة ويمكن مباراة قد تتأخر خمس ست دقائق على حسب الإحماء اللاعبين والمباراة دي تأتي في الجولة السادسة إن شاء الله لأن إن شاء الله بإذن الله تكون في ميعادها أجي لك يا كابتن كريم معلش بعد إذنك محتاجين زي ما استعرضنا قائمة النادي الأهلي أو لاعبين النادي الأهلي نستعرض قائمة لاعبي نادي بتروجيت اتفضل لاعب بتروجيت كريم فورك صانع العاب بتروجيت عمر شريف لاعب مركز 3 محمد مجدي خطاب لاعب مركز 2 حمادة عثمان من ناشئين النادي الأهلي مركز 3 مروان الصافي من ناشئين النادي الأهلي لاعب مركز 2 مروان عاطف كابتن الفرقة مركز 4 مهاب الديب صانع العاب احمد جلال احمد حماده عبد الفتاح ابراهيم احمد اللقاني النجل كابتن محمد اللقاني عمرو جبل عمرو ايهاب باسم مصطفى الكونغولي اكزو ومروان شوقي والمحترف كليفن. طب كابتن يعني يمكن زي ما قال محمد توفيق وسلام حامد من ارض الملعب قالوا ان طبعا بتروجيت يعني تلقى هزيمته الاولى من المباراه اللي فاتت في مباراه غير متوقعه كان امام نادي الترسانه بنتيجه ثلاث اشواط لشوط واحد. شايف ده ممكن ياثر على مباراه النهارده بالسلب ولا بالايجاب؟ طبعا هو نادي بتروجيت المنافس الاول للنادي الاهلي في المجموعه ومفروض ان هم هيبقوا اول وثاني المجموعه فكانت هزيمه غير متوقعه من نادي الترسانه بنتيجه 3-1 فاعتقد ان النهارده هتبقى دافع بالنسبه لهم كبير قوي ان هم يعوضوا الخساره فهنشوف مباراه النهارده قويه كمان ان في لعيبه كتير قوي في نادي بتروجيت هم اعاره من النادي الاهلي فعايزين يثبتوا نفسهم لكابتن محمد مصلح ان هم يرجعوا تاني زي مروان الصافي حماده عثمان اللعيبه دي اصلا اعاره النادي بتروجيت فهم عايزين يثبتوا نفسهم ويثبتوا وجودهم ان هم عايزين يرجعوا النادي الاهلي تاني فاتوقع ان المباراه النهارده هتكون مباراه قويه جدا ما بين اول وثاني المجموعه على صداره المجموعه ان شاء الله. يعني حضرتك شايف انه هزيمه الترسانه المفاجاه لبتروجيت او يعني هزيمه بتروجيت من الترسانه ده هيبقى يعني النهارده هنشوف مباراه قويه لان هو مش عايز يخسر مباراتين ورا بعض وحق شرعي ان انت تنافس على صداره المجموعه. اكيد طبعا يعني هي الهزيمه بالنسبه لنادي بتروجيت ما كانتش متوقعه خالص هم كانوا عينيهم على مباراه الاهلي فده اثر عليهم بالسلب ان هم يخسروا من نادي الترسانه فاظن ان النهارده هتبقى مباراه قويه جدا ما بين النادي الاهلي والنادي بتروجيت وهتبقى اعداد قوي جدا للفريق ان شاء الله في المباراه القادمه. تمام خلاص يعني ان شاء الله توقعات حضرتك سريعا يا كابتن مكسب ان شاء الله النهارده؟ ان شاء الله باذن الله توقعاتي لمكسب للنادي الاهلي النهارده وان شاء الله نتفرج على اداء كويس ومشرف باذن الله. ان شاء الله كابتن كريم توقعاتك؟ اكيد ان شاء الله 3-0 النهارده للنادي الاهلي باذن الله. اعزائي المشاهدين خلينا بقى نطلع لفاصل عشان ننتقل لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل احداث المباراه الاهلي وبتروجيت في الجوله السادسه ومعلقنا الكابتن كريم جمعه ولكن بعد الفاصل.